في إطار محاربة الجريمة المنظمة، خاصة فيما يتعلق في التجار غير مشروع بالمخدرات. تمكنت مصالحنا الولائية للشرطة القضائية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدوري للمخدرات مادة الكيف المعالج، والتي كانت تنشط انطلاقا من الشريط الحدودي الغربي مرورا بقطاع الاختصاص. تم اعتراض شاحنة ذات مقطورة وتوقيف شخصين في حالة تلبس من أفراد الشبكة عبر المخارج الشرقية لولاية تلمسان وبحوزتهما كمية معتبرة من مادة المخدرات قدرت وزنها ب 3 قناطر و 65 كيلوغرام على شكل 12 طردا، وحجز مبالغ مالي قدره 191 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. من خلال الأبحاث والتحريات بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أفضت إلى توقيف 3 أشخاص من أفراد الشبكة وحجز شاحنتين و3 مركبات ودراجة نارية كانت تستعمل لتخزين ونقل هذه السموم. بإنجاز إجراء قضائي ضد أفراد هذه الشبكة سيتم بموجبه تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.